خلينا نشوف مع واحد انشغل كتير قوي دفاعا عن هذه اللحظة اللي تمت النهاردة، وأخذ على عاتقه من فترة طويلة الدفاع عن طبيعة العلاقة بين الأهلي والزمالك، ودايما حتى لما كان بيستضاف ضيفا عزيزا وكريما على قناة الأهلي كان واحد من اللي واقفين في المربع الصح قوي دفاعا عن هذه العلاقة وما تم فيها النهاردة. الكابتن الكبير الكابتن حلمي طولان، مساء الخير يا كابتن، تحياتي وتحياتي المهندس عدلي. يا أهلا وسهلا، مساء الخير، كل سنة حضراتكم طيبين أستاذ إبراهيم، كابتن عدلي، كل سنة حضراتكم طيبين. كل سنة وأنت طيب يا صاحب الإرهاصة، يا صاحب الإرهاصة في فهم العلاقة الحقيقية وترجمتها بشكل واقعي مع النادي الأهلي في وقت حملك الكثير من التجني عليك، لتأتي الأيام لتنصفك، كيف ترى هذه الخطوة؟ والله المبادئ لا تتجزأ، نمرة واحد. وبعدين الزيارة بتاعت النهاردة رسالة تأخرت كثيرا، كنا نتمنى ان احنا نشوفها قبل كده بعشرات السنين، 20 سنة اقول، 15 سنة اقول، كان نفسنا ان العلاقة تبقى مستمرة زي ما كانت ايام الكباتن بتوعنا الكبار، كابتن حسن حلمي، الفريق مرتجي، كابتن صالح، كابتن نور الدالي، الناس العظام دول. كنا نتمنى إن هذه العلاقة المحترمة، العلاقة اللي بترسي مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف، هي دي العلاقة اللي المفروض أن تسود الوسط والجو الرياضي. احنا الزيارة بتاعت النهاردة اسلجت صدور الجميع، طبعا في ود، والود ده انقطع لفترة بسيطة لكن عاد وعاد بقوة، واتمنى ان احنا نبني على هذه الزيارة، نبني على هذه الروح المحترمة اللي الوسط الرياضي افتقدها سنوات كثيرة جدا جدا جدا. انا بتذكر لما الكابتن حنفي مسطان كنا نروح نقعد معاه، ويجي الكابتن عبد الوهاب سليم، يجي الكابتن عبد الكريم صقر، يجي الكابتن الجندي، ويقعدوا ونقعد نسمع الحكاوي الجميله والقصص الرائعه منهم والعلاقه المحترمه. يكفي ان الكابتن جندي، من الكابتن حنفي، من زعله على الكابتن جندي حصله في في في, في في ايام قليله جدا 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 من ارتباطه بيه الشديد. احنا برضو على كنا لنا مكان بنقعد فيه على باب النادي بس من الداخل، كابتن احمد مصطفى الله يرحمه، كابتن ابو رجيله، وكابتن حسنين، وكابتن حسن شحاته، كابتن طه بصري، ونيجي نفاجئ بالكابتن وخطيب داخل علينا قاعد في وسطنا. يعني حاجات كانت رائعه. وعلاقتنا، انا علاقتنا بالجيل بتاعنا، الجيل اللي زينا واللي في سننا، علاقه ممتده الى الان، وعلاقه اسريه ممتده الى الان، اذا كان الكابتن الخطيب، اذا كان الكابتن مصطفى عبده، اذا كان مصطفى يونس، اذا كان زيزو، كلنا علاقتنا ببعض على اعلى مستوى ممكن من الصداقه ومن الاخوه. احنا نتمنى ان الروح دي تستمر ونبني عليها بنا رائع، عشان بلدنا بتحتاج ده، وبلدنا تستحق ده، ما تستحقش العشوائية، وما تستحقش التجاوزات، ولا تستحق الخروج عن مبادئ الرياضة والقيم الرياضية الجميلة اللي احنا كلنا بنتمسك بيها. يا كابتن حلمي، والله احنا عندنا هنا نقول ما تخافش على الأهلي، لكن عايز أضيف جملة، ما تخافش على الكرة المصرية طول ما أمثالك المحترمين فاهمين الرسالة وبيناضلوا في أصعب المواقف والظروف. يا رب خليك يا كابتن عدلي، ربنا يخليك، الله يكرمك، ربنا يخليك. كابتن حلمي، اللي مطلوب في الفترة الجاية إيه؟ مطلوب بقى، أنا نفسي بقى إيه؟ يعني الروح دي تترجم تترجم في تنمية العلاقات. نشوف ماتشات
مباريات وديه بين الزمالك والاهلي. نشوفها كتير، ما نشوفهاش قليل، نشوفها كتير. ايوه، عشان العمليه العصبيه الزايده عن اللزوم دي تذوب بين الجماهير، والجماهير تعرف حقيقه العلاقه المحترمه، العلاقه القويه بين قطبي الكره المصريه وقطبي الرياضه المصريه، الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. ده انا ونتبادل الزيارات ونتبادل شؤون الكره المصريه، لان هم دول المعنيين الحقيقيين بكره القدم، لانهم اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، وعلى كاهلهم يتم اختيار العناصر المميزه منهم لتمثيل الكره المصريه. دول ضروري يبقى ليهم دور ايجابي في تطوير الكره المصريه وادخال الاحتراف الحقيقي لمصر، الاحتراف الحقيقي اللي غايب عننا وغايب عن ملاعبنا. هم دول اللي يقدروا ينهضوا بالكره المصريه. النقطه دي معلش للمقاطعه تجعلني اتدخل واسالك سؤال مهم. هل ترى هذه الخطوه بترفع الحرج عن كاهل المسؤولين عن الفرق القوميه والمدراء الفنيين اللي كانوا تحت ضغط لابد من احداث التوازن عشان ارضاء الاتجاهات المتشدده هنا وهناك؟ هل ترى دي خطوه لصالح المنتخب القومي؟ انا شايف ان دي خطوه كبيره جدا جدا جدا، وشايف ان الناديين الكبار دول على عاتقهم مسؤوليه النهوض بالرياضه المصريه وكره القدم بالذات، وشايف ان دي خطوه ايجابيه بترفع الحرج فعلا عن كاهل الاجهزه الفنيه في المنتخبات المختلفه، عشان لا يكون هناك اي نوع من انواع المجاملات السابقه. ده شيء رائع جدا يا كابتن عادلي، وحاجه محترمه جدا الكلام اللي حضرتك بتطرحه ده، وفعلا ده الخطوه دي هتعمل كده، هتعمل كده. وبعدين في مشاكل عالقه المفروض تنتهي مشاكل اللاعبين، ده هنا ده عليه كذا، ده عليه كذا، المفروض الكلام ده كله ينتهي. يمين اخدار حضرتك، لان العلاقه طالما وصلت لهذه المرحله يبقى كل المشاكل تذوب، كل الحاجات المعلقه تذوب باذن الله. باذن الله، بارك الله في امثالك، ومع بعض باذن الله ونلتزم بإذن مره الله. اخرى هنا بهذه المعايير مهما حدث. باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن حلمي. شكرا جزيلا للكابتن حلمي طولان، نجم ومدرب الزمالك السابق، واللي الحقيقه يعني بيأكد هو راخر، لانه واحد من اللي كانوا واقفين في مربع الروح الرياضيه والعلاقه الاخويه بين الاهلي والزمالك طويلا، ولما كان بيحل ضيفا على قناه الاهلي مرحبا به طبعا، كان البعض بيلومه، البعض بقى من تجار الازمه ومن تجار التوتر، واللي كانوا راغبين دايما يخلوا هذه العلاقه على هذا الحبل المشدود لصالحهم. اعتقد ان الاوان انه الكل يكون حلمي طولان.